بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندخل في العمق قليلا ولعل الله ينور البصائر ويذهب ما فينا من ظلمات. الظلمات تخرج بالنور، والظلمات تأتي بوجود الأكوان هذه اللي نحن فيها. هي تقول أنا نافع أنا ضار، أنا معز أنا مذل، أنا معطي أنا نافع. هي تقول تعال فلا تصدق. وإن اجتمع الناس على هذا الكلام، طبعا هذا الكلام في الكورس، في كورس البعد الرباني، انتهينا منه. فالذي انتهى سيفهم ما يلي وما في المستقبل، يعني الفيديوهات عن هذه المواضيع الجديدة، لأنها هي أساس. أولا تشهد أن لا إله إلا الله، وتشهد أن محمدا رسول الله. ما معنى محمد رسول الله؟ ادخل للقرآن، كلام الله يقول لك. اذهب إلى الناس الآخرين يقولون كلام آخر. يقولون الرسول هو من عنده رسالة وضعها، أعطاك إياها فأخذ الرسالة ودعه، خلاص انتهينا منه. كيف انتهينا منه؟ والله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ليس الإنس والجن والملائكة رحمة للعالمين مما نعلم ولا نعلم، والأنبياء والمرسلين حتى هو الرحمة لهم ولمن تبعهم. طبعا هذا كلام الله مخالف لآراء في اتبع من شئت. ماذا يقول الله في القرآن؟ وإذ أخذ ربك من بني وإذ أخذ ربك ميثاق النبيين. دعنا نقرأها صحيح. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وإذ أخذ الله ميثاقا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. ميثاق النبيين، ويقول جاءكم رسول، رسول النبيين يعني، ومنهم المرسلين. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم. تثبيت. وأخذتم على ذلكم إصري، عهدي. سجن، اختم، وقع. أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون. هو دين الله، دين محمد دين الله، نظام واحد يصير أبديت أبديت للأخير، ولا هو واحد نظام كما نشوف في الويندوز، في الأبل، أندرويد، نظام يحدث تحديث آخر شيء، ليس لخلل، خلل في الناس وليس في النظام. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. يعني برضو راجعين له.
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب يا أحبابنا في الله، هذا هو المطلوب. فقد تأتينا معلومات صادمة، قد تأتينا معلومات صادمة كمثل هذا، صار صادم، الإنارة صارت صادمة، فماذا نفعل؟ ننير مرة أخرى، ربما هناك خطأ. دقيقة سوف أوقف، لقد عدنا. فيا أحبابنا في الله، الذي يريد التقدم فيتبع واحد متقدم، خاصة في المجهول. لما تذهب في غابة مجهولة كيف تقتحمها أول مرة، ممكن تصير أول مرة، لكن اللي أول مرة هو فهم وفهم وفهم وفهم، وعرف الذي خلفه ارتاح أكثر فيمشي خلفه. كيف مجهول ليس كمثله شيء، تريد تؤمن به تتعرف على ربك ليس كمثله شيء، فلذلك ما في مثال حتى أنت يعني تقول أيوة هذا ربنا كذا كذا، ما تستطيع، ما في وصف ولا كلام عن الله. العقائد اللي تكتب هذا غلط، لا يوجد. الرسول صلى الله عليه وسلم قيل لهم من ربك، صف لنا ربك، ما تكلم، سكت. هذا هو الأدب العلم. فجاءت سطرين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بس دهت. فلذلك إذا أردت تدخل في هذا المجال انظر إلى رسول الله، هو ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الذي يؤمن بالله واليوم الآخر له في رسول الله أسوة حسنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به، ها، حتى وصل منطقة يعني توقفت الملائكة وتوقف جبريل، إذ يغشى السدرة ما يغشى، توقف الكل، جبريل حتى هو رئيس الملائكة ما وصل أعلى من ذلك المكان، ملائكة ما وصلوا إلى ما وصل. حتى وصل إلى الدنا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني أو هنا باللغة العربية بل أدنى، ما في شكك عند الله، ما في خيارات، أو أدنى يعني وصل أدنى، أدنى من القاب القوسين، أدنى من 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 ماذا؟ هذا أشياء مجهولة، أنت تعرف وأنت ما وصلت، لا يمكن. أصف لك غابة البلد الفلان، تعرف الغابات، لكن تلك الغابة بالوصف لا يمكن أوصل لك. هنا في ماء وهنا في ماء، هنا في خضار هنا في خضار، هنا في ماذا تريد؟ يعني ما يكون واضح مثل ما تدخل أنت. علم اليقين غير عين اليقين، غير حق اليقين. فنحن إذا نريد معلومات، معلومات موجودة، عرج وضرر انتهينا خلاص، لكن العروج الحقيقي هو العروج خلف رسول الله، ليس الثبات على الشكل. صلى هكذا، طيب أنا صليت هكذا وما في عروج، ها؟ أنت تصلي ركعتين وأنا أصلي ركعتين وبلال يصلي الركعتين نفسها بالشكل والقراءات، وسيدنا علي بن أبي طالب يصلي الركعتين، سيدنا أبو بكر يصلي الركعتين، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين. هل هي متساوية؟ متساوية في الشكل، لا ما في شك، لكن غير ذلك عروج، غير ذلك مستويات. في أصحاب اليمين وفي أصحاب الشمال،
وفي السابقون ليسوا سواء. نصلي ركعتين أصحاب الشمال أول ما تسعر بهم النار، هناك ناس هم أصحاب الشمال، ليس الأعمال تدل على أن هذا من أصحاب اليمين والخطايا والذنوب تدل على هذا المجرمين، لا، هذه برمجة. الأعمال لا تدل على النهايات، الأعمال لا تدل، لما تقابل الله تعرف. الذين ماتوا عرفوا، قلنا له شهيد هناك يعرف، قلنا له حافظ قرآن هناك يعرف، قلنا له مجرم هناك يعرف، يعرف الأمر على حقيقته عند الله، مطلع على حياتك بالتفصيل، باطن ظاهر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فالعروج تعرف أكثر عن رسول الله، تتقدم، لا تعرف شيء مجهول وخوف وشك لأن في تشويش قوي جدا جدا جدا، يقال لك كفر شرك موجود، أشياء خوف رعب، ليش ما تذهب هناك؟ ولكن الشجعان يدخلون، لماذا؟ منظر، أنا أعرف الشرك، الشرك ليس هو لفظ، ليس هو حركة تعملها من الحركات، لا، أي لفظ أي حركة لابد معها ماذا في الداخل. إذا اعتقدت أن رسول الله يفعل من دون الله ويدبر من دون الله، أو عيسى أو الحجر أو النجم، أشركت. إذا اعتقدت النجم سبب موجود فيه، الله جعل السر من الأسرار، المستشفى سبب والطبيب سبب، إذا الله جعل الشفاء يأتي الشفاء من الله وليس من السبب. فنحن ننظر حولنا، الشرك داخلي مع باطن مع ظاهري، فأنت إذا سليم من الموضوع هذا تعرف أن الله هو المهيمن والقادر وكل شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ما قال لا تطروني نهائي خلاص وقفوا، لا، لا تطروني مثل هذا، الباقي مسموح، الله أطراه. يكفي مدحا وثناء إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عن الناس فلا وربك لا يؤمنون، تريد الإيمان اذهب إليه ليكن هو رقم واحد في حياتك، من المخلوق رقم واحد. فلا وربك لا يؤمنون، إيمان هذا اللي عليه وعد الله في الدنيا كله ما فيه موقوف وقسم من الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، حتى لو حكموك وقبلوك في النفس جوا تسليم باطن ظاهر، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وكمان يسلموا تسليما، تسليم كامل لك، ليس عبودية بل حبا واختيارا. حرج حتى كان قاب قوسين أو أدنى، أنت تتبع هذا، هو إمامك، يوم ندعو كل أناس بإمامهم هو. ولما قال لك رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني ماذا؟ الجسد مات أصلا، كل شيء مجسد لابد ينتهي، لابد، لا مفر، ما أي شيء ولد، ولد يعني وجد في هذه الدنيا، وجد مجسدا لابد ينتهي، أو ولد باطنيا مثلا هم لابد يزول، سعادة لابد تزول، أو تأتي انحدارات كذا يعني زالت وجدت سعادة أخرى، حزن ذهب وجاء، في أهداف وراء هذا، إنك أنت تعرف الله.
فرسول الله عرج معارج عليه، أنت اتخذه إماما وسوف يأتي الخير. أول شيء الإيمان، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الثلاثة تدل على ماذا؟ تدل على الحب. لا تفعل هذا إلا مع من تحب. واحد ما في محبة ما تقول له لا، قضى عليك وهو معك الحق تقول له لا، لكن قضى عليك وهو رسول الله تقول له خلاص سلام، نحن نبغاك أنت مهما ذهب من أمور الدنيا لا يهم، أنت مهم. يعني كأنه قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحبوك، فإذا حبوك حكموك، فإذا حكموك وقضيت رضيوا ووقعوا على القضاء ومسلمين، أنت أمامهم خلفك مسلمين لا يشغلون العقل، لا يشغل شاقل للدنيا، لكن هو هيمن عليك أنت اخترت قلت له هيمن علي، فجاءت المعاملات والمشاكل بسبب هيمنة العقل. العقل له دور محدود في أمورك الدنيوية، دور محدود لحمايتك لترتيبات حياتك لكل شيء، مو مشكلة، لكن تجاوز أنت أعطيته الإذن. كل ما في البعد المادي والبعد الأرضي أعطوه السماح، سلموا له المقاليد، وربنا جعل فيك خزنة قوية، خزنة ربانية، ونفخت فيه من روحي وقال اعلموا ثقوا، علم ثقة، علم بدون ثقة، اعلموا أن فيكم رسول الله. الناس مع الزمن يسمون الضمير، الضمير لا يسمح لي أكذب، لا يسمح لي أكذب، هو رسول الله الذي جعل الله فيك، هو رسول الله، هو الفطرة، القرآن هو الفطرة التي في الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة سليمة. يأتي خلاف الفطرة تجد انقباض، تجد إذا كان حي القلب، إذا ميت، لأنه كان يعطيك إشارات ما قبلت مرة على مرة على مرة حتى جاء الران وكبس وصار مثل الحديد المصدي المكلس الأسود الذي لا تعرف أنه حديد مما حوله من الخراب. هكذا القلب يصير، سهل خروجك منه، سهل سهل، ادخل البعد الرباني وبعدين تعال لهذا الذين لم يذهبوا وسروا. فالمقصد يا أحبابنا في الله، العروج هو في عن طريق رسول الله. الحب ماسورة، الحب ماسورة ممكن ما حد يعرفها، يعني أنبوب بينك وبين المحبوب يسحب لك الصفات التي فيه وإن كنت لا تريدها، هذا سر، وإن كنت ليست في بالك تأتيك. لا يعرف الحب، يعرف الحب هذا خذه كله باكج كامل. أنت تريد شيء، مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الذين يرعون الإبل والغنم علشان تفهم، رعاة الإبل ماذا يصير فيهم؟ أهل غلظة وجفاء، هم يرعون الإبل لأجل اللحم والحليب وأشياء كثيرة ونافع دنيوية فقط، فجاء الباكج كامل فيها الغلظة والجفاء، واللي يرعى الغنم أيضا للحليب وللطعام وللمال كذلك يبيعون منها وللحم. يأتيهم السكينة والرفق واللين، باكج كامل. فلما تكون أنت محب لرسول الله وقلبك متوجه له وهو الأحب إليك من نفسك وأهلك ومالك والناس أجمعين، وهذا الحب يأتي بالمعرفة كما ذكرنا لا نعيد مرة أخرى، تعرف أن هذه الدنيا زائلة والذين فيها تحبهم والأشياء اللي تحبها كذلك زائل، فاني فاني، ليه لا تفكر فيه. لذلك سيدنا أيوب ويعقوب ما بالوا بهذا ولا طلبوا، متوجهين إلى الله محبة، هناك الدار الآخرة أهم، لا نعيد ما ذهب.
فلذلك أحبابنا في الله، هنا الاستفادة، لما يكون الحب أكثر، أنبوب عالي وصغير، هذا لا يأتي على كيفك، لا يأتي بالتدرج، بالتدرج. لا تستطيع تتحمل يعني أنوار عالية عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تستطيع. هو الوسيلة لكل خير يأتيك، هو مباشر، أنت بتعبد وتأخذ، هذا حال الأمة. شريك ليس شريك، وضعه الله كما وضع إبليس للضلال، وقال يجري فيكم مجرى الدم، مجرى الدم يجري فينا، كيف ما كيف، هذا كله نشأنا لنا به، هو الخالق جعله هكذا. أنت هنا لأجل اختبار، لابد من العدل أن يعطيك مضاد، وهو رسول الله. للسابقين واللاحقين كما ذكرنا في الآية التي أخذ العهد على الأنبياء، يعني هم رسول إليهم، لكن هذا كله في الباطن، في الأرواح، عالم الأجساد هذا يولد ويموت، يولد ويموت، رسول الله ولد ومات، الجسد ليس هو، هو قبل أن يولد موجود مع الرسل كلهم يستفيدون، وبعد والآن ويوم القيامة هو الشفيع، هو أعطى زي ما أعطى إبليس الإغواء، أعطاه الهداية وأعطاه الرحمة، هذه الرحمة والهداية متغلغلة في الكون. الله نور السماوات والأرض، يعني إيش نور السماوات والأرض؟ أنت إذا وضعت النور على شيء كان ظلام، وضعت النور رأيت بواسطة النور الأشياء، هي موجودة لكن لا تدري أنها موجودة حتى جاء النور فرأيته، هذا القلم مثلا، نطفئ الأنوار حتى نجرب، لا حاجة، مثلا هذه نظارة هكذا واقفة، إذا طفينا النور لا نراها، أنا لا أراها، لا أدري، لكن إذا جاء النور رأيتها، هل أرى النور؟ لا يرى النور، يرى مصدر النور من هذه اللمبة، من هذا مصدر فقط، هذا مصدر لكن أين هو؟ فإذا به ترى الأشياء، بالنور ترى الأشياء، موجود لكن في نظري وهو ظلام معدوم، لا يوجد شيء، يمكن أقرب يدي هكذا أقول أيوة يدي موجودة، لكن أمامي ماذا؟ لا أدري، حتى أنور فتنكشف بالنور الأشياء، فترى أمامك شيء مؤذي تبتعد، أمامك شيء مفيد، هكذا الله نور السماوات والأرض، يعني أنت الآن لا ترى الموجودات هذه كلها التي تراها في الأرض أو في السماء إلا بنوره، قبل نور الشمس، الشمس من هو نوره لما تسلط رأيت الشمس، رأيت القمر، رأيت كل شيء، قبل أن توجد هي في العدم، الذي أبرزها من العدم ما هو؟ ها؟ كن كن، وسلط الله، الله نور السماوات والأرض، جاء النور فانكشفت الأرض والسماء والشمس بالأوامر أن تظهر للناس. مثلا احنا خلينا على قد حالنا، بلاش الكواكب والنجوم، فالله نور السماوات والأرض، ما تفهم؟ يقول لك مثل نوره كمشكات، اللي هو رسول الله، جاء لرسول الله فنور الكون برسول الله. الله الله، نقول في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رب العالمين الله، رحمة للعالمين الله، رسول الله من الله، الله أعطاه مخلوق، مخلوق لكن الله منحه الرحمة للعالمين. الرحمة لا تأتي إلا بعد إيش؟ بسببها وجدت العالمين هذه كلها، النور عن طريق رسول الله وصل إليها، كما فعل سيدنا موسى لما قال، أمثلة حتى نفهم، إذا لما قال ربي
أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ولكن ركز على هذا الكلام، ولكن انظر، أمر من الله، انظر إلى الجبل. هو دائما ينظر للجبل، لكن هذا جاء بأمر من الله، انظر أنت إلى الجبل، فإن استقر مكانه بعد أن تنظر إليه فستراني. لما نظر هكذا للجبل تدمر، جعله دكا موسى، لأن الله نظر من خلاله. كيف ينظر؟ ينظر من فوق العرش على طول أشعة تدمر الجبل ويرتعب هو. الجبل هناك تدمر، لماذا يرتعب؟ لأن من خلاله جاءت قوة في عينيه دمرت الجبل بأمر الله. انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. من لا مكان، من لا زمان، من خلال موسى. لو ما نظر إلى الجبل ما يصير شيء. انظر إلى الجبل غمض عينيه، ما يتدمر. لما جاء الأمر بالنظر، انظر إلى الجبل فإن استقر بنظرك للجبل، مو يعني شاهد إيش بيحصل. هذا تفسير، هذا شرح ما وخواطر لعلها صحيح. فلذلك يا أحبابنا في الله، الموضوع مهم. افتح ذهنك، تصل للشيء الذي موجود. إذا موجود موجود، خليك شجاع، مكتشف، أكتشف وفي قلبي أن محمداً مخلوق وأن الله خالق، فرق بينهما. ولكن هو تقدم واخترق الحجب، ها؟ وقال الله سبحانه وتعالى لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال صلى الله عليه وسلم يقولون أذن، قل أذن خير لكم، يؤمن بالله. ركز على هذا الكلام، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، جهتين. يؤمن بالله، ما في أحد وصل لهذه المقامات، كنز من رؤية لله ومن عروج لله ومعرفته للطريق كله، حتى الوصول أقل من قاب قوسين، أدنى من قاب قوسين، هذا كله. ها؟ ويؤمن للمؤمنين، يعني من هنا طريقك وطريق الأنبياء. الإيمان ليس هو كلام بالعقل ونفكر فيه، لا، الإيمان شيء عالي جدا. تؤمن بالله، يجي عندك قدرات هائلة عظيمة. قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، ولكن أنتم ونحن، نحن كلنا لا هم لنا في هذه الأشياء. إذا وجدنا مثل سليمان وكنا وزراءه، هناك تأتي الفتوحات والنصر والعز والفوز. إذا كنا مع، الآن أنت لوحدك عندك قدرات، لكن إيش تريد؟ تريد تغير الكرة الأرضية؟ تريد تزعم على الناس تقول أنا أفعل وأنا أفعل؟ خرجت من الخط. قد تستفيد وأنت في الكون هذا مع الناس، قد تستفيد عظمة، قد تستفيد شفاء أمراض، قد تستفيد أي شيء. يعني يقولون معجزة معجزة عيسى، هذه من أصغر المعجزات، معجزات في الدنيا لناس كانوا موجودين في وقت وجوده، ثم انتهى كل شيء خلاص. كبروها الناس، يشفي ما يشفي، طيب الله شافي، أعطاه قدرات عشان يوريك فيه ممكن. بإذن الله، كله بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله. عيسى بس، حتى الطبيب يشفيك بإذن الله. كرامات هذه موجودة في الكون عند ناس آخرين وموزعها الله، حتى لا واحد يقول حقتي أنا، لا، أنا شفيت وعفيت، أنا أسوي كل شيء. لا، تشفي واحد وما يشفى عشرة عند الطبيب، وكذلك عند غيره من الأسباب، تجارة، زراعة، صناعة، كله الله الفعال
ليس لك بالخلق، آمن بالله ودع الأسباب. إذا أردت الكرامات تكون في حياتك سهلة، أنا أعطيك حل هذا اللغز الكبير الذي يقول تريد. إذا كنت لا تريد تأتيك. انظر الكرامات الموجودة حتى تأتي الكرامات الغير الموجودة، لا تقفز. أريد بالدعاء يشفى هذا الولدي ولدي ولدي، ودعاء كذا من الخارج كذا يصير، وبيتي كل شيء متعسر، وهو قادر أن يأتي به. هو قادر صح، لكن لن يأتي به إليك لأنك لست مؤمن به. كيف أنا مؤمن أنه أنت مؤمن أنه على كل شيء قدير، ولكن هذه الأسباب بجوارك هو الذي صنعها. أنت تعتقد أن الناس يضرون، الناس ينفعون، الناس يعطون. إذا قلت الله وأنت في الأسباب تأتيك خارج الأسباب. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ما معناها؟ تعرف إلى الله وأنت في الأسباب، ليست الأسباب الله. تعرف إلى الله، لا تنسب للأسباب شيئا ولا للناس شيئا مما يحدث لك أو يحدث الآخرين. دمرت البلد الفلاني، فلان دمرها، أو الدولة العظمى دمرت تلك الدولة، لا. الله. فلان يعطي مواطنيه، أعطى مواطنيه كل واحد 1,000,000 ريال أسبوعيا ولا شهريا، 1,000,000 دولار، ليس فلان. آمن بأن الله الظاهر، بعدين يأتيك بالباطن. تعرف إلى الله في الرخاء، إلى الله ليس للأسباب. عظم الله لا تعظم الأسباب. طبعا هذا الخروج كثير خرجنا الآن، نحن نريد أن نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أحبابنا في الله، هذا هو رسول الله. تعرف إليه تعرف الله. فنحن نأخذ أسباب الدنيا ونقول الله، أيضا نأخذ أسباب الهداية ونتجه لرسول الله ونقول الله، لكن هذا هو سبب هداية. السحر برضو من الله لكن سبب ضلال. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بإذن الله الرحيم الحكيم. سلطوا عليك، عنده رحمة عنده حكمة، يريدك أن تفر منه إلى الله، لا تفر إلى العبادات، فر للمعبود. الناس يهربونك ويجعلونك تفر لعباداته، هذا بيضلك أكثر. من يقول لك اذهب تعبد أكثر، ادعو تذكر، وانت خايف من هذا، لماذا لا تخاف من الله؟ لا يقول، يجعلك خائف منه للأبد حتى تأتي إليه للأبد. أنا أعمال، أنت عندك أعمال، أنا أعمال قوية، تعال عندي، أنا الشيخ، قبل يدي، أنا الشيخ، اسجد لي، أنا الشيخ، افعل لي وأنا أنقجيك. وطبعا الشيطان والجن يسهلون هذا، يخلوك تفرح تنبسط تنبسط، بعدين تجي مرة ثانية، ارجع له ويصير هو ربك المعبود. وقت الحاجة فقد تأتي لهذا وتأتي لذاك وتأتي للأسباب عايم فيها. وهنا ثقافة كل العقائد. فلذلك العروج طريق الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك، هو طريق الأنبياء كانوا خلفه وصلى بهم إماما. طيب، فعلشان طيب كل ما يأتيك من أنوار باطنية وخيرات داخلية هي من الله عن طريق رسول الله بالأسباب. الرزق يأتيك من الشغل، هو الله الرازق، وهذا رازق، هذا وسيلة جاءتك. فالهداية وسيلة، فإذا وجدت أي حال هو جاءك عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، هو رحمة العالمين، وأنت من ضمن العالمين، طلبت الرحمة تأخذ. هو صفة الله الرحمة صلى الله عليه وسلم.
فأنت حتى تعيش بالإيمان الحقيقي لابد أن تكثر مثلا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بحب ومعرفة أنه هذا طريق الهداية. وكذلك أحباب الله، أنا ما أحب أخرج كثير ولكني أخرج كثير. يعني أنت على دين خليلك ولو عن بعد، من تخالله يعني حب شديد تأتيك منه الظلمات أو النور، الظلمات أو النور. حتى الحيوان الإبل تأتي لك بالغلظة والجفاء، والغنم صحبتها الطويلة تأتي لك بالرفق والسكينة. أيضا حب عن بعد، أنت ترث يعني إرث، مثل إرث الجسد. أنا مثلا مات والدي، أنا أرث المال الذي تركه، أرث منه، هذا يرث الحون، كلنا نرث. إرث الصفات، إرث الإيمانيات، إرث الكفر والشذوذ والمثل فرعون يصير أنا ربكم الأعلى، يقول توارث بالحب والتعظيم. رأينا أناس حب لفلانة لأنها تغني، أو لأنها رسامة كبيرة، أو اقتصادي أو اقتصادية، أو لاعب مصارعة ومضاربة، أو لاعب كرة قدم أو تنس. اللي يكون في حب تأتي صفات من ذلك من غير أن تقصدها. الحب يجلب كل شيء، كمال أو شرور. فتأتي لواحد يحب اللاعب الفلاني، طيب أحبه هو، ويعرف الحب يجلب بعد ذلك أشياء كثير، يعرف شيئا كثيرا عن حياته واسمه، وإن كان اسمه صعبا سهلا عليه، ويعرف أين درس المراحل الصغيرة وكذا، ومن هي زوجته، ومن هم أهلها، ومن هم أهله، وله أخوان ولا ما له أخوان، مدير أعماله. صارت المعرفة عن الحياة الجسدية له كويسة، ماذا يحب من طعام، ماذا يحب من شراب، ما هو لباسه، كيف يعمل في شعره، كل انتقل إليه، صار نسخة منه. متابعة أكثر، نسخة أكثر، وتظهر فيه عادات وأمور في جسده ظاهرة أو باطنة في الداخل تظهر فيه غير موجودة قبل هذا الحب وقبل هذا الصلة عن بعد. هذا في بلد لم يأتي لبلدك، وأنت في بلد لم تذهب إلى ذلك البلد، جلبت ما فيه. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، هذه كمان ثانية غير الأولى، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله والناس أجمعين. لماذا؟ لأنه عارف حب غير الله، من غير رسول الله، يعرف أنه يجلب لك أشياء ضارة. ولو كانت تحب شيخا من الشيوخ أكثر من نفسك وأهلك ومالك، وكذلك أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم، تجلب منه الباكج كامل. قد يكون عنده غلظة، جفاء، عنده شيء مستور أنت لا تعرفه، نفاق، كبر، عجب، احتقار للآخرين، كله يأتي إليك. أي شيء شكلا وباطنا عرفت أو لم تعرف، عن قرب أو عن بعد، الحب ساحب. المرء على دين خليله، الصاحب ساحب. فلذلك أحبابنا في الله، هذا باب خطير جدا جدا جدا. حتى لو كانت عندك العبادات كويسة والأعمال كويسة، ولكنك يعني مايل
لأحد سيأتيك منه كل شيء. لذلك لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله، دين حب، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. اذهب لا نريدك حتى الموت، والله لا يهدي هداية ما في، حتى لو كان في عبادات، لأن الهداية تأتي كم فين؟ من فين تريد الهداية؟ من مخك، من رأسك ما تأتي، من قراءاتك لا تأتي. من فين تجي الهداية؟ من المهتدي صلى الله عليه وسلم. يكتشك باكج كامل ليس فيه عيوب. إن كانت أحب إليكم الله ورسوله هذه الأشياء فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسق لابد يكون اتجاهك لله، لأن هذه الدنيا أصلا قصيرة، كيف تحب شيء أعظم من الله؟ ابنك بيغادرك ومالك يغادرك وكل شيء غادر. إذا مؤمن بالآخرة سهل الموضوع، إذا ما أنت مؤمن بها ولا لك فيها فكر فهنا الصعوبة. تدين على إرادة الدنيا، دين وإرادة الدنيا فقط، وتقول الآخرة موجود. الآخرة ثقافة والعقيدة ثقافة. قلبك ماذا يحب؟ يحب رسول الله أكثر؟ هذا هو العاقل، المؤمن العاقل يعرف حياة أبدية. ففي تشويش قوي على رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم التوحيد، باسم الإيمان. لا، الإيمان أنت أعرف ماذا تعتقد أنت؟ تعتقد أنه مخلوق، خلاص مخلوق، لكنه ليس كمثلك. إنما أنا مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم. من هو الذي يعني يقول للناس أنا إنسان؟ هل في واحد يقول له عارف إنك إنسان؟ إنما أنا بشر. أيوة صح، أنت بشر. إيش في مميزات لما نقول أنا بشر؟ وأنا كيف تقول أنت بشر؟ نحن نعرف أنك بشر مثلكم. أيوة نعرف مثلنا، تأكل تشرب تنام. الملك مثلك، ملياردير مثلك، رئيس دولة عظمى مثلك، شرير مثلك، كله بشر. لكن ليسوا في كل شيء مثلك. الحاكم يسير جيوش، يأمر بزر واحد كذا دمر مدينة. في حكام يفعلون. فمثلية مو في كل شيء. فالرسل مثلنا لكن ليس في كل شيء. إن الله اصطفى آدم ونوحا، اصطفى ماذا فيهم؟ عينين وشفتين وأنف، ويأكلون ويشربون ويتعبون وينامون ويتزوجون. اصطفاهم لشيء باطني، لقوة باطنية، لذكاء ليس عقلي. لا يصنع قنبلة، لا يصنع هذه الأشياء، لا يصنع هذه الأشياء، لا يصنع سيارات. عنده باب آخر هو مميز فيه، لا تأتي إليه الشياطين ولا تؤذيه ولا النفس لها سيطرة. فاضي المكان بينه وبين الله. والنبوة ليست مرتبطة بالكسب، إنه وصل للسنة الفلانية 40 سنة فنبئ. ولا، النبي نبي يعني مرتبة عليا من الإنسانية اسمها نبوة، لا تكتسب. كما أن هناك ميزة بينك وبين القرد، قرد وإنسان، في ميزة غير الجسد، نشوف إيش في ميزة ثانية.
نأكل نشرب إذن سواء، بل هم أضل. فأنت تصنع عمائر، تصنع كوبري، تصنع نظارات، تصنع ساعات، تصنع سيارات، هو ما يستطيع يصنع. تصنع سفينة وتعبر البحر، هو لا يستطيع. فإذا فيك ميزة عنه. أيضا بالنسبة أنت والنبي هناك ميزة عنك، يقال نفس فلكية ونفس نباتي جمادية ونفس نباتية ونفس حيوانية ونفس إنسانية ونفس نبوية. لذلك هناك غلط كبير، لذلك يأتي نفس نبوية لكنه الطفل، يأتي له والده ويقول يا يقول له غلام يسعى، يقول له إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر، ما في عدم حرية، يعطي حرية. فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي غلام، يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. من يفعل هذا؟ ما في تعلق بالابن وما في تعلق بالأب. أباءكم وأبناءكم وأزواجكم وأحب إليكم، ما في. حب الله رقم واحد، وجاءه في الرؤيا أني أرى في المنام أن أذبحك. ليست أحلامهم مثلنا، أي شيء يرى في 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 الأحلام هو أمر من الله، الشيطان لا يدخل والنفس لا تدخل. عشان كذا أقول لك نفس نبوية، لا دخل للشيطان ولا للنفس فيها في عند الأنبياء. إن الله اصطفاهم صافين مطهرين محميين. فلذلك الغلام محمي محفوظ صافي مطهر نقي إلى أن يموت، خلاص هذا مميز، ليس مثلنا. مثلنا يأكل ويشرب ويتزوج وكل شيء. إسماعيل الذي هذا الغلام الذي يقول هكذا تزوج وجاء له أولاد، وكان يذهب إلى البرية ويصيد، ويأتي مرة بغزال بأرنب لزوجته ويأكلون، هوايته هذه الهواية. لكن داخليا لا، داخليا نبي. هذا التمييز، لذلك لما تأتي خلف النبي طهارة ونقاء. وإنك لعلى خلق عظيم، الخالق يقول، شهادة الخالق. فلما تأتي أنت أمامك رسول الله والحب موجود، أنبوب الحب عالي وقوي وواسع، ماذا يحصل؟ تأتيك الأخلاق الحسنة فقط وتترقى. هذا طريق الترقي، تترقى في الأخلاق، تترقى بالحب وليس بالعبادة. العبادة تشحن وتذهب. نحن لا ننكر العبادة، ولكن لا نكبرها يعني أكثر من اثنين. يعني الدين ثلاثة عبادات، هكذا قلبوها، يعني انتشر وبرمجة، صار العبادات، خلينا نقول كذا، العبادات أو كذا، العبادات 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 90%. بعدين الأخلاق، الإيمان، وإذا تبغى الحقيقة كمان الإيمان، و
1%، 9%، مثلا نقول 5%، 5%، 10%، 90% عبادات، كلام 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 وتحاضير، وقول الناس عبادات عبادات، أوامر نواهي. ضاع الإيمان، صار بدلا منه شيء رابع أضيف، ما هي؟ العقيدة. وامتلأت الرؤوس بالعقائد حفظا عقليا ليس قلبيا. فأنت في العروج يأتي مسح لهذا المعلومات كلها، وتفهم أن الإيمان بالله هو الأعلى، ثم الأخلاق هي الأعلى، ثم العبادة. تعطيها 10%، مهمة ما نتركها، لكن 10%. ليش؟ لأنها بدون الإيمان وبدون الأخلاق يأتي مفلس يوم القيامة، يفسد، سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا في جهنم. تأتي كلها ويقول له خلاص ما عندك شيء، حسنات قليل قليل، أنت تراها كثير، أنا عندي 500 700 800 10، لا، واحد احتقار يدمر هذا كله، واحد ذرة كبر لا يدخل الجنة، ما في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. عبادات كلها تطير، الأخلاق تمنع أن يكون عندك الكبر، الإيمان بالله يمنع أن يكون عندك الكبر والعجب، هذه تزكيك. الحب لرسول الله هو يزكيك صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا، شوفوا عظمة الله كبرياء الله، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين لما يلحقوا بهم إلى قيام الساعة. سورة الجمعة يقرؤونها كثير. فما نريد أن نطيل، لذلك المقصد من هذا الكلام ما هو؟ أن تشبك مع رسول الله حبا صلى الله عليه وسلم، حبا شديدا أكثر من نفسك وأهلك ومالك والناس أجمعين. هذا الحب يسحب لك الأخلاق والمعاملات. إذا كنت أنا أرعى إبل، إبل فيها أخذ اللحم والحليب وأبيع لأخذ فلوس أموال، أو الغنم، خلاص هذا الثلاثة أنا مطروبي بس، وفيها الغلظة والجفاء أو الرفق والسكينة، ها؟ وأنا حب الله ورسوله أعلى من أي شيء، ماذا يحصل؟ تحصين، لا يأتيك من أي أحد إبل أو غنم أو شيوخ أو ضالين، ها؟ لا يأتيك أي شيء سيء، يأتيك الصفاء والنقاء والأخلاق العالية، إيجابيات لا سلبيات، بالحب. حب يجعلك تعرج في المحبوب وتأخذ منه صفات. انظر إلى من، يعني يأتي واحد يخطب وقلنا أهلا وسهلا أيها الشباب، كيف حالك؟ طيب تفضل اجلس، نأتي بالعروسة تراها وتراك شرعا، يعني الرؤية، تفضلوا. ويأتيان وينظر بعض بالحياة بغير، المهم ما نطيل، وشرب العصير ونظر إليها وهي نظرت إليه، ثم قال ما خلاص ذهب هذا، نرد عليك بعدين، باي باي. ثم بعد ذلك ما رأيك؟ قالت أيوة موافقة، خلاص يلا يا ولدي، ها ايش رأيك؟ والله أبوه قال إيه والله يريد، يعني ما في مانع، إذن خلاص زوجناهم، زوجناهم ودخلوا حفلة هي طبعها. مثلا والدها يقول يلا الآن نريد نمشي، تعالي بسرعة، فين نمشي؟ تمشي إلى البحر ولا إلى البر إلى 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 إلى، لبست وجئت بسرعة، وبعدين في السيارة تكمل مكياجات حاجات، المهم هي بسرعة.
هو كان يا ولد تعال طيب أنا أذهب الحمام أول وبعدين أغسل يدي. يا ابني تعال بسرعة نحن ننتظر في السيارة ما بقي إلا أنت. طيب طيب هاتي لسه نازلت يعني. ويلبس الملابس ثم يأتي لي وها نسيت القبعة أتي ماذا نسيت الساعة. يعني يتعبهم ثقيل الحركة. مثال عشان تعرف الحب هذا الولد هذه البنت. بعدين دخلوا مع بعض زوجته صارت الدخلة وصار المشي مع بعض والحلاوة كل شيء. هو ينظر يعني معجب وهي معجبة. فلما هو ينظر هكذا وكذا تنظر له كيف يحرك يده وكيف يعني ما شاء الله وكيف يهتم بالملابس ويهتم بالتنظيف لازم هنا 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 ما أدري إيش وينظف نفسه في الحمام وقت طويل وبارد يعني بس إيش هي تعجبه والله حلو كده نسوي. صارت تتمكج على مهلها وتصلح أحياءها. هي تأخذ بسبب الإعجاب والحب تأخذ صفات. هو كمان يشوف يطول وهي خلصت يلا يلا مو نمشي طيب 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 صار إيش هو يسرع علشان الحب ما ما يعني تغضب لا أريد أزعلها يلا نسرع شوي وهي تبطئ قليل ما شاء الله لأجل الحب. خفف ثقل خفف ثقل حتى يتوازنان. لذلك المشاكل تأتي في البداية لو هم تنازلوا الاثنين هذا تنازل وهذا تنازل حتى يصير الالتقاء في منطقة ما أقبل منه ويقبل مني ويأخذ منه ويأخذ مني ونمشي نحب بعض بعد ذلك يصير متآلفين. فالمهم بعدين ذهبوا خلاص نزور أهلنا وديك عند أهلك ما أنا أذهب عند أهلي. طيب طيب يلا هي ذهبت لأهلها وقالوا ما شاء الله بمناسبة مجيئك نريد التمشية التمشية. طيب يلا كلهم دخلوا السيارة إلا هي. يا بنت أنت كنت أول واحد تأتي لماذا الآن؟ قالت طيب لا زلت وما غلا ما اغتسلت مسح أن الملابس فيها بقع هنا وما والولد نفس الشيء. هيا ولدنا بريد نمشي لا تتأخر مثل كل مرة. فإذا يجدونها أول واحد وصل أو تأخر قليلا طباع تغيرت في الاثنين بسبب حبهم لبعض والإعجاب الذي نضعه هكذا أو هكذا برضو خطير. فلذلك أحبابنا في الله الحب دين دين الحب. الله يريد الحب لا يريد عبادتك. لذلك قال الذين لا يحبون الذين مشغولين بحب غيري ها تربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هداية ممنوعة. يحاول يحاول يقرأ يتعب لأنه أضل. ذهب يبحث في العبادات ذهب يبحث في العقائد ذهب ويجتهد في هذا الباب ويجد نفسه فراغ لأنه من الله ما فيه هداية حتى تلغي حب هذه الأشياء وتقول خلاص أنا متجه إليك كما قلنا أو سنقول عن اسم من أسماء الله عظيم مرافق للمؤمن غير المؤمن مو مرافق له للمؤمن من أول يوم لآخر يوم في حياته في جميع الأحوال هو التواب. اسم من أسماء الله عندك إذا ما هو موجود لن تنفتح أسماء الله البقية. سبب إغواء الشيطان هذا الاسم سبب قول الملائكة تجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء أنه ما يعرفون اسم من أسماء الله مخبأ عنهم لا يعرفونه ولا لو عرفوه قالوا خلاص يسفكون الدماء. طيب إذا سفكوا الدماء إيش في في اسم لي أنا أهبه لهم. علم آدم الأسماء كلها هذا منها. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء لا يعرفون لا يعرفون التواب الغفور الرحيم. كثير أسماء الله بعضها لا يعرفونه يعرفون أشياء لا يعصون الله ما أمره فلماذا التواب لماذا ما يعرفون
وجعله عند آدم. فلذلك لما غلط وعاتبه الله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ورحمنا ترحمنا لكنا من الخاسرين. تاب إليه، رجع إليه، كلمه، ناجى، أنت حبي الوحيد. أنا غلطان. إبليس ليش ما سجد؟ قال أنا خير منه. ما في توبة، في كبر، في أنا أنا أنا. هذا الاسم من سبب لعن الشيطان وطرده، لعدم أخذه بهذا الاسم. كذلك الناس في المعاناة ما في التوبة. التوبة مو ترك المعاصي، نحن فهمناها غلط. تاب يعني رجع، رجع لمن؟ رجع للطاعات وترك المعاصي؟ لا، رجع إلى الله، ترك المنهيات وجاء في الأوامر. أين الآمر؟ أين الناهي؟ أين الحب له والتعظيم له والرجعة له؟ بالطاعة يرجع، صلي يقول أستغفر الله من القلب، استغفر الله استغفر الله، صلينا استغفر الله استغفر الله. طيب إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن هناك يعني صلاتنا هكذا ثقافة، لكن كل صلاة تدمع عينك قليل، كل صلاة منكسر قلبك بعد الصلاة قليل، الأغلب صلاة الرب. أيوة كيف الحال؟ طيب الله لا يريد هذا. تربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله يهدي القوم الفاسقين. بالعبادات، بالأوامر، بالنواهي، فاسقين سماهم الله. بالعلم فاسقين، إلا أن يكون هناك الحب لله ورسوله وجهاد، جهاد يعني بذل الجهد لله، تضحي برد حر شديد مدري إيش كله، تجد لذة. مو تضحي يعني كاره نفسك، تدف نفسك بالمشقة، لا، هذا له أهله. نحن نتكلم عن مستويات عليا. فيا أحبابنا في الله، هذا باب عظيم، حبك لرسول الله، الحب الأعلى الذي عتم على الناس وألغي وأغلق بحجة الحجج الكثير من يهود ونصارى ومقلدين لا يعرفون مصلحة فيه، بل في ناس يأخذون الدكتوراه في العقيدة من مدرسين غير مسلمين، يعطون دكتوراه في العقيدة ويترونهم في التلفزيونات، يعطون دكتوراه في الحديث، دكتوراه في الفقه المقارن، دكتور شيء مستويات عليا وهم غير مسلمين. في العلم سهل، الله يريد لو أمي قلبه ينبض بحبه يستجيب الله دعاءه ويعطيه ما شاء، بدون دعاء يجعل له من كل ضيق مخرج، هذه عامة، يرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له من أمره يسرا، كل الكنوز في الإيمان. إيمان أخلاق، أثقل شيء في ميزان العبد الأخلاق، وهذه فين تأخذها؟ أنت تأخذ من الإبل والبقر والفنانين وأولئك، مو معنات ذلك ما تكون فنان، كن فنان، كن أكبر لوحة في العالم مشهور قالها فلان المسلم، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، حصلت، هذا مو ممنوع، مارس في الدنيا، كن أكبر طبيب، أكبر عالم، أكبر، لكن قلبك معلق بربك، ليس معلق بابنك ولا أبوك ولا زوجتك ولا أخوك ولا المال ولا التجارة ولا أي شيء. هذه مؤقتة حياة، وأنا أنظر أولويات المؤمن الحياة الأخرى وربه ونبيه، بعدين تأتي مسألة الدنيا هذه نعيش فيها. قال ربي هب لي ملكا ليتحدى، أنا عندي الملك، ولكن غفلة عن الله لا. الإيمان الصحيح يأتي لك بالصلاة الدائمة مرافقة للإيمان الصحيح. صلاة يعني اتصال فقط بواحد أحد ليس بغيره، قطعت العلاقات. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ثم تجعل رسول الله أمامك إمامك في الحب والتعظيم وكل شيء عنده،
فماذا يحصل؟ تكسب خير الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.